زي ما كنت بقول لكم في النهاية هي أرضنا إحنا، ملك شعبنا إحنا. جالنا مجموعة من المجرمين المتطرفين المتشددين العتاة، قلنا من أوروبا الشرقية ثم من أرجاء العالم. أوراق المؤامرة بدأت من أوروبا، قناتنا الوثائقية بتعرض فيلم اسمه فلسطين ما وراء النكبة. أنا عايز أستأذنكم هنشوف تريلر لهذا الوثائقي الرائع، واللي بحيي عليه بقى صديقي مش بس زميلي، لأنه لا شريف، شريف أخويا يعني، ده رفيق مشوار من 98، احنا داخلين كده على كام سنة، 26 سنة صداقة وأخوة وزمالة، أنا وشريف سعيد زميلي العزيز رئيس قطاع الوثائقيات بالشركة المتحدة. كما جرت العادة شريف مذهل، فلسطين ما وراء النكبة. هنا القدس، صوت فلسطين. هنا أرض الزيتون وموطن الأنبياء والقديسين. هنا فلسطين. بريطانيا عملت حسابها انها تشيل الانتداب، هم على طول يعلنوا دوله ايه؟ اسرائيل. اسرائيل فعليا 48 ده بالنسبه لها هو مجرد الاعلان. ما جذور الحركه الصهيونيه؟ هذا الكيان قام على نقل اليهود من جميع انحاء العالم واحلالهم محل الفلسطينيين. هل اليهود الموجودون في فلسطين المحتله هم احفاد النبي يعقوب حقا؟ لا يوجد شيء اسمه عرق اليهود. هل يهود الحبشه يتشابهوا مع الناس اللي جايه من بولندا والمجر؟ كيف تسببت المذابح الصهيونيه في تهجير الفلسطينيين من اراضيهم؟ فتره حرب 48 شهدت حوالي 60 مذبحه. ارهاب العرب من خلال الاعتراف بالجرائم. التركيز على ان هناك حق ديني وتاريخ لليهود في ارض فلسطين، هذا واحد. فلسطين ما وراء النكبة قريبا على الوثائقية. وكالعادة شريف سعيد دائما ينجح ويفلح في إبهاري. طيب